أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، أخوكم علي عبيدي يحييكم. اليوم احنا متواجدين في منزل أبو قاسم سحاب بن سويد بن هيمز الرشيدي في منزله الذي قضى 40 سنة في العراق. يا مرحبا أبو قاسم. يا هلا والف هلا، والله من حينا الجميع. الله يبارك فيك طول عمرك. عسى الله يبارك فيك طول عمرك أبو قاسم، والحمد لله على سلامتك ورجوعك. الله يطول عمرك ويسلم عليك. وحنا يا ابو قاسم ودنا انك تتحدثنا عن رحلتك ومشوارك اللي قضيتها في العراق. مشينا من الكويت لله الحمد ووصلنا للعراق والفينا على صياح برغوان الجاسمي. الله اللي يوجهه الضفيري. هنا على الضفيري الجاسمي الضفيري الله يجعله رامه للجنة. الله يرحمه. اي والله ويرحمه ويرحم مات المسلمين. وجيت لقيت ما حاضر، لقيت العيال ودان اللي هو عادل واللي هو دهان. يا سلام. سلمت عليهم وقعدت. انا عمري 13 19 والله ما ادري 18 ولا 19 صغير، ولكن حوله 18 حول 19. سلم عليهم وابعد. قلت يا عاد انت رايب وجهك للوليد. اي نعم. قال فاع وراح الولد وفاع وراح لاخته. اخته قهوة الله يرحمها توفت. اسرها ارحمها اسكنها في سيد بن صيح. قال يا اختي هذا الرجال دخل علينا وولدي وش يسال؟ قلت عقاب كنت؟ ايه قال حطيت العقاب من وراء رقبته ومثل اللي اختلف وبعدين اخذت العقاب وراحوا. ايه ويوم منها ولهجه قالت يا الله يصبحك بالخير. قلت يا اضحوي. كانت اختك انا الودان هذول جونا والوغد مثل الجاروبه اكرم من حاضر. لا تاخذ كلامه ولا تخليه. تقول انك كاتل مطلوب ولا دخيل؟ دخيل. قلت له قالت اذا كان انت ظهيري هذه الفرس. هذه الفرس؟ اي ترى انا ما ندخل على الظهير. هذه الفرس وجبن. وإذا كان ما الظفير إلا بالله الوقف لا بالله ما الظفير. قالت الله من يحييك والله أنك حدا أخواني وأنه ما يجري عليك إلا ما يجري على أخواني. يرضى الله وجهك. إيه الله جل الله من الجنة. الله يرحمه. جاء الله يرحمه. صيح. جاء الخبر هو بالكويت. جاء في حرمة ولده. ويجي هالخبر ولا مرة الليلة الثالثة ما جي الرابعة ولا هو طالب العلم. أكل الحين ماكو حدود. بلى على أيام الملكية في 64. على دورة. كانت وقت الملك ولا قاسم عبد الكريم قاسم؟ لا على عهد من؟ عبد الكريم قاسم انتهى رايح على أحمد البكر. لا على عبد السلام. عبد السلام عارف ايه؟ اللي بالعراق. ايه الحاكم العراقي. ايه نعم حاكم العراق وحنا حاكمنا حاك الايام هذيك فيصل الله يجعل الله الجنة. الله يجعل الله يجعل اسلم. قال جاء الخبر في الكويت. جاء الخبر جانا طول الله عمرك وسوى عشاء واحترام بن عربع قالوا تراك انت ما اسمك سحاب اللي يقولها صياح. الله نعم. قال ترى اسمك فلان فلان برغوان. صرت طول الله عمرك برغوان لما 20 سنة وعقب 20 سنة وتصير احداث الكويت. حرب الخليج اللي هي الواحد حرب الخليج الواحد والتسعين. اي نعم. ويطلعون الضفير على ما قال الله يبيض وجيههم دنيا واخره ويجون
الديرة سمها على ما قال دولتهم، وأنا ظليت في العراق. ظليت بالعراق عند رجال في آخر، والله يبيض وجيههم دنيا وآخر. إي بالله، أول بدأ مع جشع أي نعم، على ما قال على قرب البيع والشراء يما بزبير، والله يبيض وجيه. تزوجت هناك؟ تزوجنا مبطي على ما قال، وأخذنا حريم هاك الحين حرمة بس وحد إيه؟ يوم ويوم أنها وصرنا مع جيش عم الله يبيض وجيهم، وابطينا معهم. وبعدين رحنا رجعنا على على خوال عيالنا واخواننا على ما قال العويلي، عقب ما طلعوا الظفير جاي طلعوا للسعودية وارتجع العويليين ونشرك معهم على ما قال خوال عيالنا، ولله الحمد والله يبيض وجيههم دنيا واخره. اخوات علي والله ما مشنا الا الخير، واحد منهم لا ما عبر، الشكر لله سبحانه. ايوه من فضل الله وفضل حكومته عبرنا طول عمرك للسعوديه، هم اللي ودوا علينا وطلبونا. مشى على ما قال كبارنا اللي بهذا ولا قصروا، والله يبيض وجيههم. ودخلنا حنا وعيالنا وحلالنا، اللي دخلنا الله يرحمه نايف ابن عبد العزيز واحمد نايبه ابن عبد العزيز، وجينا واخذنا الجنسيه لله الحمد. انا عندي جنسيه من قبل، واخذوا عيالي على جنسيتي. على جنسيتي، وبقى بس امهاتهم. لا عندنا اثبات لا بالعراق ولا ولا بالسعوديه، تسمع؟ واللي الله يبيض وجيههم، والله يجعلها يمتن عاجبتهم حكومتنا من عبد العزيز الى سلمان الى نايبه، وكلهم خير وبركه ان شاء الله. عسى الله يطول بعمرهم ويطول عمارهم ويعزهم ويعز اعداهم، وان الله يطول عمارهم، وان شاء الله بقوا بس امهات عيالي وعيال عيالي. لا عندنا هالحين جت اقامات الحين اقامات قص سلمان سلمان اللي قص الاقامه عن امر احمد حسن البكر، ما هو حسن احمد عبد البكر الله يرحمه، احمد بن عبد العزيز احمد بن عبد العزيز احمد بن عبد العزيز اي نعم احمد بن عبد العزيز دخلت عليه الله يجزاه خير ولا يحرمها الاجر، وكتب لا مانع تسنيع زوجاته وزوجات عياله، كتب لا مانع بتسنيع زوجاته وزوجات عياله. فحولوا الجوازات. وش اللي وش المشكله اللي صارت عندك؟ ليش من اللي يقول ما تتجدد ولا يتجنسوا؟ هذه بعدين هذه وش اسمها ما تجدد الا هاك الساعه اصرف لها اذا لها اقامات عن امر احمد. ايه تسمع، واخذنا حروس يمكن والله ما ادري يا ربي 5 سنين او اقل من 5 سنين، وحنا نعطي غاما فلوس كل على ما قال تجديد. ومن بعده جاء امر من سلمان الله لا يحرمها الاجر، قال لا حرد السعودي الاجنبيه ما عليها فلوس 5 سنين على نفقه الدوله الحكومه، واخذنا 5 سنين الى 40 انتهت. جينا أنا بنجدد، يوم جينا أنا بنجدد قالوا لا لازم تطلع جوازات. حنا لا، قلت رحت قلت أنا حنا ما دخلنا على جوازات، حنا دخلنا على أمر حكومتنا وزير الداخلية صاحب السمو وزير الداخلية الله لا يحرمها الأجر، ويبيض وجهه ويرحمه ويرحم من جاره ويعزه، ولا عندنا اي اثبات. الحريم ما عندنا اي اثبات حتى
بالعراج ما عندي. حتى بالعراج ما عندنا على دور صدام الناس حاجز برقاب. ايه. الله عاد يرحمه. انا دخلت وقت السقوط الناس. ايه هم مغيرين على صدام وانا جيت من حاج. تسمع؟ وهالحين اللي هالحين. تيسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله. وحكومتنا ما مقصرين. ان شاء الله حكومتنا مبروك. نعم. وان شاء الله انها تجمع ما تفرق. باذن الله. وان شاء الله انها ما تقطع الرضع من المرضوع. وان شاء الله ان الله يشتغلك فيهم شر ابن ادم، هذا اللي احنا نقوله ويعيدهم. اللهم امين. اي والله. وهو سلام ان شاء الله ويعرفون ومن اولهم جامعين حضاره وداوه وكلهم خير وبركه. والشكر لله الحين توسطنا على ما قال دولتنا وتوسطنا اخواننا وتوسطنا الرفاق والشكر لله ونشكر الحكومه. اللهم هالعراق بيض الله وجيههم. والله اني اخذت 40 سنه والله اني ما حد مس كرامتي الا واحد منهم. اقصاهم وادناهم. جميع اللي عرفني انها والشكر له والحكومه السعودية أهم ترومس الرجال اللي يجيب له العلم الغانم والشكر لله. أنا ما جبت علمنا ما هو طيب. الشكر لله واللي جدينا الله ما هو حن. اللي جدينا الواحد والشكر لله والشكر لله ونشكر حكومتنا واللي جابونا ومعونا خلونا نتوسط دولتنا ونتوسط أخواننا ونتوسط الرفاقة والشكر لله. والله يبيض وجيه الظفير من أقصاهم من الرأس ابن صويط إلى آخرهم صغير وكبير. والله ما مسنا إلا العلم الغانم منهم. من طيب. وبالعراق خلنا 20 عقبهم. والله ما مسنا إلا العلم الغانم. الله يبيض وجيههم العراق كله أقصاهم ودينهم. خلال أبو قاسم خلال الفترة هذه اللي كنت في العراق، هل في كان تواصل هنا في السعودية مع أحد من أقربائك؟ إيه. مع من؟ يجوني عن طريق الأردن. يجونك في العراق؟ إيه. أنت في العراق في أي منطقة؟ أنا في العراق وأروح للأردن وأتواصل أنا وياهم وجزاهم الله خير. يسعون ويبشروني إن شاء الله أنها تسهل أمورك وإن شاء الله أنك تبتدر. من؟ دهين ابن حران الله يرحمه. الله يرحمه. مساعد بن وريو. الله يطول عمره. الله يطول عمره. اي نعم هذول اللي يجون خات تسمع وواحد من اخواني الله يرحمه. عسى الله يرحمه. يرحمه وتنسى. انشد سلام الضلع ما جاك سحاب. واجد القصائد اللي ما جاك من غبر الليالي جلاوي. وش سالفه القصيده يا ابو قاسم؟ هذه نبيك توضحها لان هي احد بعضها نسبها لام الوالده وبعضها نسبها الحمدي لبيته. هذا الحمدي لبيته الله يبيض وجهه ويجزاه خير انه يتوجد على ما قال علينا اني رحت والرجال اللي فيه خير. نعم. تسمع؟ نعم. يتحرك. نعم. اي نعم. انشد سلام الضلع ما جاه سحاب ما جاه من غبر الليالي جلاوي. انت تكتب شعر يا ابو؟ ما اكتبه ما اعرف. ما تكتب؟ ها؟ لا لا ما اعرف. وش المواقف اللي صارت معك هناك في العراق؟ ما صار الا خير. ها؟ ما صار الا خير. 40 سنه ما صار فيها شيء؟ ابدا خير وخير لله الحمد. في احداث صارت بعام 91. ما في. ها؟ لا لا ما في. ما في شيء؟ لا. قابلت احد من الحكومه في حكومه صدام وطلبك احد منهم؟ طلبني واحد يطلبوني الشرطه الله يجزاهم خير يفرهدون كانك على ما قال ايه واخذوا اغنمي ايه من باب البيت بدون سبب والله تحاله من باب بيته والله ينور عنا يتصايحون عليه واخذوه ويوم من اخذوه طول الله عمرك حول 1000 راس ما ادري هي غنمي وغنم قصير اللي الله يرحمه تسمع وجفوها كل شهور حجزوها علي حجزوها وحبسوني انا جوني بدون سبب والله بدون سبب والله ما بقى جميع شيء
وش اللي صار من الاحداث منها قبل تنت برزان؟ جاء ودوا علي والله ما اعرف مرجان الله يرحمه. ايه والله يرحمه يرحم مات المسلمين والله ما اعرف. ايه ولكن اخذونا طول عمرك جاء شيخ الرفيع الله يرحمه اللي قال له جابر. جابر وقال له ولد انا قلت لي كلمه والكلمه صارت ضدي وضدك. ما قال عند الشرطه؟ لا اشتكات والله عمرك على الجمرك. الجمرك الله. اي ان الجمرك انه على الباديه انه مهوشي. واخذوا غنم ابو جاسم وخسروه 50,000 واخذوا سيارة الرفيع وخسروهم حول 100,000 والرفيع اخذوا غنم ابو جاسم من باب البيت واخذوا سيارة الرفيع مرويات ما هذا وراحهم 20 سنة وهذا درب ومروة واخذوهم غير شبه. قال بس نبي 50 اللي خلوا من ابو جاسم الدراهم أيوه. الفلوس هي بخشيش يقول بس ماتوا ماتوا أيوه. بخشيش ولكن خسروا 50 وجار الله يرحمه لا يجي علمك بالقصه وعلمني قال يا ولد انا ترى طبعت كنت وش اقول انا رجال على ما قال لي بدوي ولا اعرف الطلايب ولا اعرف كل شيء يا معودين انت شيخ وانت فيك خير وانت يا معود علمنا اللي قال والله ما ادري قلت ما تدري قال ما تدري قلت والله اجل اقول الصحيح 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 قلت اقول الصحيح نعم ويوم انا طول الله عمرك قال ترى هو يبون يجونك والله يوم اخذت حلوه 15 يوم 16 يوم ولا مسلح علي الصفر جايينك في البيت هذا عام كم ابو جاسم؟ بعد الغزو ولا قبل؟ بالواحد والتسعين بالواحد والتسعين حب الاحداث قال قال استقهوا عندي قالوا جاسم البس هدومك وخذ مصر خذ مصرفك معك ايه قلت الدنيا اللي نمرح ونصبح الصبح ان شاء الله وافطرنا قربنا نمشي قالوا لا المطلوب بالليل يطلبك مدير الجمرك مدير الجمرك اي الجمرك المهم مشهوره وانا اركب واخذ مصر يطول عمرك والبس يدي مات والبس معه واركب معهم ويوم جت الساعة بالعشرة ونحن بالمركب ونمر عندهم طول عمرك واصبح الصبح وقلت وين المدير؟ قالوا المدير طالع مهمة ويوم منا أخذنا شوي ولد المدير وقال مهمة ما ندري وين ما ولكن هذه غرفة رح يمه وتلقى كراسي وسرير ونام بالليل انتم؟ اي بالليل رحت ليوم غربة ولما فيها كرسي وفيها عسكر منومين وهاك كرسي خالي ونام يوم اصبح الصبح وافطرنا قلت وين قال المدير راح لبغداد البغداد قال لي وانت وين موقعك؟ حنا بالسماوة بالسماوة اي نعم قال قلت ما ادري البغداد لا 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 وده النغيب نجم بالاستخبارات بلم 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 قلت له النغيب نجم المهم يودوه مع المفوض الله يبين وجهه خوش رجال من البجيات والله ونطب وتخرب السياره اللي احنا رايحين به ولا طبينا اللعب في الدوام ونمرح البغداد يوم اصبح الصبح من اول الدوام لهذا نجيب نجم. وتجي نجم. ونجي لنجيب نجم قال قلت سلمنا عليه قعدنا قال ابو جاسم قلت انا ابو جاسم. عنده خبر عن موضوعك؟ اكيد عنده خبر. قال الله حي قعدنا قال مفطرين قلت الله الله مفطرين قال لا تخاف يا ابو جاسم قلت ان شاء الله ماني خايف ولا انا
ولاني مطلوب ان شاء الله اني ماني خايف، انا عندي حكومه والحكومه رحومه ما لا عندي شيء. جاب لنا كل واحد استكان شاي واستكان حليب، شربنا انا وخويي، حضر دفتره والقلمة والقلم، قال نبي 50,000، يقولون انك معطن 50,000، وانا ما ظنت انك تعطي 50,000. يقول نجم الله الله ابن الحلال اللي ماني عارف وش هي طريقته كلمته، قال وانا ما ظنت انك ترى تعطي 50,000. قلت انا غيب نجم، قال نعم. قلت انا خسرت اجد من 50,000، ولكن مراكر يمين ويسار انا ماني حاسب، انا حاسب لك الفلوس اللي اخذت مني وخسرت. صح. قال شلون؟ قلت 5,000 اخذوهن الشرطه غصبا علي، اخذين غنمي من باب بيتي، واخذوا وجابوا سيارة صخرة واخذوا 5,000 يقولون نصف اجار غرق. قلت ابني من تاخذين؟ قال انت لازم تاخذ، دفعت 5,000 و9,000 اجار من الجمرك لهلا يوم من اطلعت افراد برا. 9,000 كم صار؟ قال 9,000 و5,000 14 و16 الفه يوم منا بالجمرك، ترى ما بقت بالجمرك هذا يمكن او 8 ايام او 12 يوم، والله ما ادري، والله اني ناس. 30 ها؟ هذه 30 قلت، و40 موت وكسر من اول. هذه صارت كم؟ قال من 520,000 كمان ال 50، قال كمان ال 50 ويصفط دفتر، والله ما كتب ولا كلمة. أنت يا نجم، أنت يا نجم، الله يجزاك، والله ما كتب. وياخذ قال وده النقيب فاضل، اسمع، رئيس الاستخبارات الجنوبية، يقوله للمفوض اللي معي يا سلام. نغيب نجم ما قال، ما رحمه، ما بت في موضوعك مره، ما والله كتب كلمه واحده. ايه قال وده نغيب فاضل رئيس الاستخبارات الجنوبيه وهو ياخذني المفوض وهو يوديني. يوم جينا نغيب فاضل وذاك الولد المثندع اللي الله يجعل النار مات بسوجه، توفى ما ادري عنه، وان كان هو حي الله يطول عمره. اللي والله ان الحظ انه يتحلحل من وجهه البخل. قال سلمنا عليه، علمته بالموضوع، قال اشتري، قال ابو جاسم، قلت له، قال ادخل على الله يا ابو جاسم انك لا تظلم بشر بحلب. ان شاء الله اني ما اظلمك، ان شاء الله اني ما اظلمك. قال ابي 50,000 من عطيت، قلت 50,000 هالشكل وهالشكل وهالشكل وهالشكل. قال ما اعطيت بخشيش؟ قلت لا. وانا صار، قال يلا اكتب يا الكاتب ابواب، هو يقعد يكتب الكاتب. قال تعال وقع، قلت له سمحت اقرا الافاده، اقرا اللي هو كان، هو يقرا الافاده، يهمنا اقرا الافاده ولما على كلام، قلت بالله وقع وانا وقع. يوم انا وقعت وهو ياخذ، انا ما اعرف الله الله يرحمه، ولا اعرف الحكومه، ما عمري دشيت على الحكومه.
أبدو بشياهي من يوم أني دخلت وأنا أبدو والله ما عمري وقفت بالباب. قال لي يا ربي كان مثل أن يبون مخالفة ولا شيء طفية الطفاس. المهم أنا أجي طول عمرك يوم أنها جاءوا لبرهك الرجال الحمر الله يرحمه اللي دماغها اللي شعرها بيض راسه شنب وشنبه اللي بيوم تقول هالشكل ولمير عندنا ثلاثة يسولفوا وياهم وانا قاعد الله يرحم الله يرحم اهو يسولف مع ربع يسولف مع ربع ثلاثة عنده فدية وقاموا قاموا ويتبت عليه قال ابو جاسم قلت نعم ابو جاسم قال والله ماني ناس كلمته الله يسكن الجنة والله يسامح برزان قال ابو جاسم قلت نعم قال اقسم بالله اني ما اقول الا الصحيح قلت ان شاء الله اني ما اقول الا الصحيح قال والله ما بنتي هالوجه هو الصحيح والله ماني ظالم والله ماني ظالم الله جعل عظامه للجنة والله يسامح قلت مع الأسف مع الأسف إن الكلمة هذه أنا ما أعرف إنها برجاء ما أعرف يا رجل ما أعرف إنها برجاء ولكن أدري إنها رجال ما قال ركب من أركان برزان تكليف ها؟ برزان تكليف إيه قلت مع الأسف أن الكلمة هذه تطلع منك وأنت ركم من أركان الحكومة والأظام الضيب نشتك عند الله ثم عندك إن شاء الله أنا ما أقول له الصحيح ولما الرجال يوم خبط دمه نخبطه خبط دمه لا ما هو خايف مني لا بس أنت حرزتك إيه حرزتك ولكن تحسف على كلامه تحسف على كلامه اللي قال إيه نعم تحسف على كلام الرجال ولا ما هو خايف من ولا أدري ما ولما يوم خبط دمه ولما يوم منه والله أنه قد شن عيني تشوف أنها أسود بخبار وجهه أنه قد بعيني هفر وجه ابن الحلال الله يرحمه ويسامحه وهو يبجل وهو يسكت وأنا أسكت يوم أخذ حروة يمكن والله يمكن استغفر الله أقوتي ثلث ساعة ما تكلم ما تكلم الرجل لما اليوم تراجع دمه لما اليوم أنا تراجع ولا والله يوم أنه تمالك أعصاب أو إيه نعم إيه نعم قال لا أبو جاسم قلت نعم قال بك تقول الصحيح قلت إن شاء الله أني ما أقول إلا الصحيح قال بل 50,000 من حطيت على فاكر جدام وهو يقرأ وهو يقرأ هذا هو اسمه ماذا قلت هالشكل وهالشكل وهالشكل قال ما عطيت بخشيش قلت لا بلا ما عطيت وهي ترى لو ما أخذ حروة ربع ساعة وهو يعيد عليه قال أبو جاسم قلت قال وش عطيته هذا 50,000 من عطيته قلت هالشكل وهالشكل 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 وهي ترى لو ما أخذ شوية حروة ربع ساعة أوجه ثلاث مرات قال أبي 50,000 من عطيت قلت هالشكل قال هاك الضابط فلان قال روح جيب عميد حشين رئيس الجمارك العامة بغداد ويروح ويجي عميد حسين اللي ما ادري هي مشيته ولا على ما قال لمر الله يشير لي الله يشير لي وبعقلي انه يطخ يهدي اللي ما ادري هي بنت الرجال ولا عنده ولا اخو
وهو يقولك بيني وبينه المفوض اللي معي المامور المرافق اللي معي. اي نعم. قال يوم هذا قال برجانا ابو جاسم قلت نعم. قال بال 50,000 اعطيت. قلت هالشكل وهالشكل وهالشكل وهالشكل. قالت اسمع يا عميد حسين عاد فرصت علي. جانا كتاب عن طريقكم انتم يا الجمرك ان غنم ابو جاسم طالعت ب 50,000 رشوه 25 للسبعاوي و25 الحاكم الشرع. لا لا شفت لا حاكم الشرع والسبعاوي ما اعرف. المهم يا اخوي السبعاوي ما هو ضابط كبير؟ ها؟ السبعاوي ما هو ضابط اخوه من امه اخوه برجان واخو صدام من امه الله يرحمه. ايه وانا انصب له قلت هالشكل بيني وبين المفوض وانا اقول له هالشكل ابقوه شوفوا في حد وله قايل هالشكل ما تكلم تكلم له كلمه والله اني ما افتحت اللي ما ادري برجان افتهمه ولا ولكن معطن قايل هالشكل وتكلم له كلمه ما افتحت قال برجان الله يرحمه الله يرحمه يا خير. قال ابو جاسم روح قلت وين اروح؟ قال روح لها. قلت اروح لاهلي؟ قال نعم. قلت سيدي انا رجال وحيد وانا صاحي ما عندي والي. والي وغدان. انا ما ابي اروح ارد. اذا كان لكم حقا علي خذوه. قبل اروح. قرر ما بيروح ورد قال كل حق مانع قلت كل حق مانع عليك ما لكم علي قال لا بالله مانع عليك حق قلت اجل انا داخل على الله ثم علي وان شاء الله اني بخيت اللي الله جابني لك بهو سبب ولوني ابيت قبل والله اني ما صرت الا انا شبعان مغص وهالحين الله جابني لك بدون سبب أنا داخل على الله ثم عليك بحلالي اللي خلوه من باب بيتي ورعاني تصالح ونقصته 150 رعا قال حطه برأس واحد والله أنا هذي كذب والله أنا ماني ناسي قال حطه برأس واحد والله لك السراس يقوله والله أنا هذي كذب هذا هو الله يرحمه قال حطه برأس واحد والله لك السراس قلت أنا بالسجن محبول وعقبوا على حلالي وتحولي أول ما قطعوني أنا وروحوا وعقبوا على حلالي وخذوا ولكن أنا أعلمك بشيالة البارق اللي خذوا حلالي والخبر عندك اللي خذوا حلالي فلان وفلان تسمع معروفين اي نعم فلان وفلان معروفين ها عسكر هي واحد عبيد وواحد دليل قلت لي خذوا غنمي وحلالي وفرهدوني فلان وفلان لمر ما يبيهم والله ما يبيهم الله يرحمه ويسامحه قال يا ابو جاسم حط براس واحد يبيك اذبح لكم واحد اي قلت يا طويل العمر انا محبوس ولكن انا اعلمك اللي عندهم الخبر اللي عندهم الخبر هذول قال اعترضت قلت اعترضت قال اعترضت قلت ان الله يخلف ان الله يخلف وقول يا الله قال يا الله قلت قول يا الله ثاني مرة قال يا الله قلت ان الله يسلط على كل ظالم والله واللي يلحقني هاليوم اني ما ظلمته الله يرحم واني ما جود كلمة قلت ان الله يسلط على كل ظالم قال امين وهو يضحك قال الله يسلط على كل ظالم وانا اواضعه وانا امشي تسمع يا اخوي واللي هو الظالم اللي فرهد
العقيد يمكن اللي جاك ولا فيها عقيد شرطة ودليلة هم اللي ولا عينوا خير البشر سبحان ما والله ما عينوا خير لا إله لا والله جاتك علومهم والله ما عينوا خير اللي الدليلة الحين مش طوى عمرك القطة له سيارة ولا عادل وعمله يلقى سبحان الله وسلامة واربعين عافية وانت سالم يا ابو قاسم والحمد لله والشكر اللي الله جابنا وستر حالنا وتوسطنا حكومات جامعة حضارة وبداوة تسمع وان شاء الله ان الله يعزهم ولا يعز دعم وان الله يصلح شانهم دنيا واخره وان الله يعزهم بلا سلام عز وان شاء الله انهم كلهم خير وبركه امين نبي من المواقف ثاني حصل شيء مواقف اكو مواقف ما في مواقف ثاني هذه اللي صار والحمد لله ما والله احد مثلا من كرم الله الا بالعلم الغالب في احداث صارت في 91 في قصف جاكم او شيء ها في قصف جاكم قصف اي قصف قصف ايام الحرب هي هم عيالي الله يرحمه هذه وش اسمه يوم الهجوم هجوم متى؟ يوم هجوم يوم تحرير الكويت عاصفة الصخر يوم تحرير اي نعم يوم تحرير الكويت كنت بدوي انت ببيت شعر بيتي شعر وجانا وجسر طول الله عمر جانا انا صرخ وحول علينا في البيت؟ بالبيت الحمد لله اي لانها صاروخ ولا طيران ابو جاسر؟ لا طيران ضرب له صاروخ قصف البيت وذبح هوي وضربت منه وشقت القمصة من قدام وذبحت ام العيال الله يرحمه الله يرحمه الولد هالايام قبله هم انضرب هو وايت الشكس ما شاء الله يخلف لا جاسم الله يرحمه وانذبح على ما قال انا ابو قاسم انذبح الله يرحمه والوالد راح وراح فوال عسى الله يرحمه اي رب تسمع وام العيال راحت الله يرحمه الله وشكر من بلا ما كان امير الرياض اي وشلون جيت شلون وقت امير الرياض دخلوني عليها على جويد على ما قالوا عام كم وهو مفتوح بابه اي نعم صحيح فاتح للمراجعين وللشعب لانها عام كم الله اني ما بعد دخولك هي يمكن 13 ما ادري ب 12 2013 والله اني ناشي اسلم دخلت عليها بسالفه الحريم اي احنا جانا عن طريقه عن طريق الامارة انه يسنى زوجاته وطلبكم انه يجي ويسنى زوجاته ورتبته احسبنا الامارة امارة الرياض وارجو طول عمرك وادخل على الامير سلم الله يطول عمره والله يجعله ما تمس النار قلت دخلت عليه سلمنا عليه نصلي بالامارة صلينا وهو يجلس يوم انه جلس ويقعد ينده بلسان عريضنا عنده من عرض ما نده نجهني انا جيت عندها المعروف قرأه قال سحاب قلت نعم أسلم قالت هو بالعراق رشايدة يقوله والله ما نيزال ايه؟ قلت له يا طويل العمر أنا ما أحسب أن هذه الأثرية عبس رشايدة عبس اللي بالعراق ايه؟ طلعوا عبس يقولون انهم جدهم عنتر بن شداد نعم صحيح اي نعم طلعت مقاطع اي نعم تسمع يا اخوان قلت لا يا طويل العمر ما فيها الا انا رحت بظروف والحمد لله والشكر بسلامة الله وسلامتكم ومن فضل الله وفضلكم ومن حسناكم الله لا يحرمكم الحسنى رجع
والشكر لله الحين متوسطين اخواننا ورفاقتنا وبدولتنا وحكوماتنا. ولكن انا اجتنا كورقة عنكم ان عن طريقكم انتم يا الامارة ان الراجل اني اسنع زوجاتي وزوجات عيالي. انا لا عندي سنع لا زوجات ولا زوجات عيالي ولا عندهم اي جواز ولا عندهم اي اثبات اعراضي. وجيت افتحونا على ما قال عقب ودخلنا على لا ما دخلنا على طريق جوازات ودخل. وهالحين عيالي خلوا الجنسية على جنسيتي وبقوا بقت أمهات عيالي وأمهات عيال عيالي. قال واحد تعال خذ الرجال هذا جهز معاملته واليمن أخلصت معاملته رجعه علي هو معاملته. يقول الله هذه كلمة الله يطول عمره. اي والله قال لي أخلصت معاملته رجعه علي هو معاملته. رحت وداني لبل على اعتيبي ايه لبل انا الله يرجع صيني. ايوه قلت لما الساعه 12 ونص بعد صلاه الظهر منتهي الدور. قال يا ابو جاسم ابو خلف السالفه هذه معامله كبيره والدوام انتهى يا اخو. روح اليوم انا طالبك السماح اليوم وبكره من الصبح تجيني من اول الدوام علشان اخلص معاملتك امورك. لا تفشلنا بالامير اكل الحين بلا ماره الله يطول عمرك. فعلا صحيح قلت خير ان شاء الله. رديت ويوم اصبح الصبح قال معاملتك ما هي عندك لا ماره سادي حافظ الصلاة. بمرة ذات ولكن راح أخذ لك يومين وسالة تجيني نبغى نطلبها منك. قلت خير إن شاء الله. وأروح طول عمرك وأضيع لي بعيرات وأروح أدورهم وأتأخر وأخذ لي حلوة يمكن ثلاثة شهور مرة وأنا على وجهي على أبو على قلنا المأخوذ إن المعاملة جاء المعاملة إنها ثابتة وإن شاء الله تولاها طويل العمر وإن شاء الله إنها ولا الحين إن شاء الله نرجع له. المهم شو اليوم أخذت حلوتي يمكن عقب يمكن والله عقب ثلاثة شهور وأنا يوم جيت وقال لا المعاملة ما في ورا ما في ولا هي مودات للداخلية. كتب على الأمير ولا ما جت ما أدري عاد ما جت الأمير ما أدري عاد أن ود راحت للداخلية وقصة ولقاها ويوم اللي لقيته عقب يومين ويدورون يومين ويدورون ويطلعونه جزاهم الله خير ويقصون لها اللي هي الإقامات نحولها على هذول على جوازها.